اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا تكنيك ديال الشوكولا، نخدموا لي بونبون شوكولا، غنشوفوا فيها بلوزيور ايتاب، غنشوفوا ليتاب ديال لا بريباراسيون ديال لي غاناش، واحد لي ديفيرون غاناش هما اللي عندكم لي ريسيت ديالهم تما، وغنشوفوا الطريقه ديال البولفيريزاسيون ديال لي مول بالبور دو كاكاو كولوري، وغنوريكم لا تكنيك ديال المولاج والديمولاج ان شاء الله. نبداو بلي غاناش هما الاولين غنديروا لا بريباراسيون ديال لي غاناش كاملين، نخليهم يرتاحوا دو كوتي يتروبوزا، وعاد نبداو في الخدمه ديال الشوكولا. دونك لي غاناش غنبداو بلي غاناش الاولى هي لا غاناش باسيون، اللي غادي نحتاجو فيها لا باسيون بوري لا كريم سكر انفيرتي شوكولا بيستوبيل 34% اكبل لو بور دو كاكاو فوندو والزبده البوماد. غادي ناخذوا لي بوري غادي نسخنوهم، ديما لي ماتيير ليكيد هما الاولين. دونك غادي ناخذوا لا كريم هي الاولى، غنديرها مع لو سكر انفيرتي ونخليها تتغلى. ما غاديش ندير معها لا بوري دو باسيون بيان سور، حيت درت لا بوري ديال باسيون غادي ترونش عليا لا كريم. دونك غنخليها حتى تغلى وناخذ اون باسين كبيره، غندير فيها لو بور دو الشوكولا، صافي اون فوا غادي تغلى لا كريم لا بوري ديال باسيون، غادي نزيدها مع الشوكولا بارده. دونك ليبوليسيون كدار، صافي كنخويها كامله دابا، وكنميلونجي بشويه ديما غا من الوسط حتى يذوب هذاك الشوكولا كامل اللي عندي. نجيب ديما جناب، نحاول ما ندخلش لها لير بزاف، تكون عندي اون كرناش ليس. صافي كنبقى نحرك حتى كيذوب الشوكولا كامل، نعب شويه ماشي بزربه. دونك غنزيد لو بور دو كاكاو، صافي غادي نزيد الزبده ديالي وخلي سيها متميكسيها وندوز لا غاناش الثانيه. دونك غاناش الثانيه حتى هي لا ميم تكنيك تقريبا، غا هي ما فيهاش لو بور دو كاكاو على حساب لي بوري اللي غادي نخدموا بهم. لا بوري بوري باسيون في لا تونور ديالها ما تشدش لينا لا غاناش مزيان، داك الشيء كنزيدو الزبده ولو بور دو كاكاو. لو بور دو كاكاو حتى هو كيتكريستاليزا كيرجع ليطا نورمال ديالو، هو اللي كيقصح لينا لا غاناش، حيت لا باسيون سان فروي اللي ما غادي بحال سيترون فروي اسيد وما فيش ديك لا تونور ديال باش يولي يكون سوليد. دونك هنا لا دوزيام غاناش فيها لامونغ، لامونغ شويه كتشد فراسها فيها لا جيلاتين بعدا سان فروي جيلاتينو. دونك مازال ما كنزيدوش فيها البرتو كاكاو، كنزيدو غير الزبده. دونك كنسخنو لا بوري مع السكر انفيرتي، الا ما كان السكر انفيرتي بطبيعه الحال كنعوضو بالعسل. صافي كناخد ديما اون باسين كبيره فاش نخدم، دونك الكاناش الاولى فيها لا باسيون هرسناها بلا كريم، حيت لا باسيون لوكو ديالها اسيد بزاف، دونك كتهرسها بلا كريم، سينو تقدر تهرسها بلا مونغ، دير باسيون مونغ مثلا اون كاناش باسيون مونغ، ما باش تخدم لا باسيون بوحدها في لوكو شويه مجهده. دونك صافي ديبوليسيون كدار، ديما لا ميم تكنيك، كتخوي كلشي في دقة وحدة، حيت كاين اللي كيقول لك لا خويها تخوا فوا وبدا تحرك بشويه بشويه، سي لا ميم شوز بحال هكا بحال هكا. دونك لي تكنيك ديال الخدمة كيختلفوا ولكن لو ريزولتا كيكون لو ميم، دونك كل واحد لا تكنيك ديالو في الخدمة. صافي فوا كيدوب الشوكولا كامل كنزيد الزبدة، صافي وديما الميكسور باش تكون لاكاناش ليس ما يكونوش فيها دوك لي بيل لي بيل دار بزاف، حتى ملي كتقطع لا كوكي ديال الشوكولا ولا كتعدل لا كوكي ديال الشوكولا كيكون لاكاناش شاد لا سيرفاس كامله ديال الشوكولا، ما كيكونش جهه خاويه ولا جهه عامره. دونك ديما ليميلسيون كتكون بحال هكا، كتحاول ما تدخلش لها لير بزاف وضروري في الاخر تميكسيها. دونك كاناش بقى لينا عندنا فيها لا كريم، عندنا فيها سكر انفيرتي، بقى لينا نوازيت اكبل، شوكولا بلون، بور دو كاكاو والبور، البور دو كاكاو هو كيذوب في الميكرووند. دونك غادي نديرو لا كريم مع سكر انفيرتي ديما لا باز، وغادي نديرو شوكولا شوكولا بلون بيستوفيل مع البراليني. دونك هادي تاهي كاناش فيها البور دو كاكاو والزبدة، هو البور دو كاكاو كيذوب. دونك علاش فيها البور دو كاكاو والزبدة؟ عندنا شوكولا بلون، شوكولا بلون ما فيش لا كونتونونس دو كاكاو بزاف، دونك
بحال الا غنخدموا مثلا كاطو اون موس شوكولا بلون ديما كنكون لو طو ديال لا جيلاتين طالع كنزيدو في لا جيلاتين باش تشد شوكولا بلون ما فيش لو طو ديال الكاكاو بزاف في غير لو بور دو كاكاو دونك ما غاديش يقصح لينا الكاناش بزاف علاش علاش كنزيدو غنديرو الزبده وغنزيدو عليها بور دو كاكاو في لا كاناش ديالنا La recette en cadre de mobilier de soit praline amande, soit praline noisette, soit praline 50-50, quel qui prend le même grammage, mais qu'on peut le faire. Un écran de chaîne de praline noisette. Donc, dis-moi la même chose. Tchai d'ouvo, les ingrédients qui aiment le chocolat blanc ou le praliné. ولا كونسيرفاسيون ديال هاد لي غاناش دابا لي لاشتو لا حطو خدمنا هنا ما كاين حتى شي كونسيرفاتور فيها في لا غاناش لي زانغريديون اللي خدمنا بهم كاملين عاديين ما غيتيش في لا كونسيرفاسيون سوف لا تريمولين شويه كتكونسيرفي ما الا بغينا نخدموهم مثلا في المحلات عندكم ولا في ولا في بلاصه فين كتخدموا وبغيتي تخليها ستوكي شويه دونك في شاك روسيت كنزيدو السوربيتول كتعرفوا السوربيتول السوربيتول سي ان كونسيرفاتور بحال دير بحال سنيده سنيده حامضه وما فيه اسيد ولكن ماشي لاسيد سيتريك كيتسمى سوربيتول هذاك سي ان كونسيرفاتور دونك كنزيدو واحد لو طو ديال 1-1.5% في لا روسيت كيطلع لك لو طو ديال لا كونسيرفاسيون ديال لاكاناش لاكاناش عارفينها دابا هذه الا خلينا بحال هكا ماكسيموم اون سيمين حتى 10 ايام صافي راه كتصوف كتصوف دونك ملي كنديرو هذاك السوربيتول ديك 1% ولا 1.5% في لا روسيت كيطلع لينا لا كونسيرفاسيون حتى ل 1 موا ديال لا كونسيرفاسيون دونك صافي اون فوا كيذوبو كنزيد البيغ دو كاكاو دونك كنزيد الزبده دابا لي كاناش ديالنا بثلاثه سالينا غنخليهم غير طومبيرا هنا في هاد لا طومبيراتور امبيونت بلا ما نحتاجو ندخلوهم لا ثلاجه لا والو لو طون فاش غادي نوجدو لي مول ديالنا ونوجدو البيغ دو كاكاو غنلقاهم واجدين في الخدمه بلا ما نبردوهم بلا والو ديما في الخدمه ديال الشوكولا بدا في لي غاناش هما الاولين خليهم دو كوتي عاد بدا في لي بونبون ديالك ديال الشوكولا دونك لي مول ديال الشوكولا هما هادو كتعرفوهم كاملين لي مول هما اللي كتخدموا فيهم لي بونبون كيكونوا فهاد لا ماتير هادي بوليكربونات لي مول ديال السيليكون في لي بونبون ما خدامينش ما تقدر دير لهم دي ديكوراسيون صغار مي في لي بونبون ضروري يكون مول بوليكربونات ولا تخدم به والمول ديما لا طومبيراتور ديال لو مول ما يكونش بارد وما يكونش سخون ما يكونش بارد يكون ديما في لا طومبيراتور ديال لاصال اللي خدام فيها انا مثلا خدام في هاد لاصال سخونه شويه كوميم واخا هكاك نخليهم في لا طومبيراتور ديال لاصال ما ندخلهمش في الثلاجه يبردوا تيقول لك لا شوكولا خاصك تدخل لي مول في الثلاجه يبردوا لا الا دخلتهم في الثلاجه يبردوا اش غيبقى ليا اون فوا غادي نطومبيري الشوكولا ديالي خدام فيه غنجبد المول من الثلاجه نشرب ليميديتي مزيان من فوق غادي نخوي عليه الشوكولا غا الشوكولا غادي تقصح ليا غتفيجا دغيا ما غاديش نخدم على خاطري يخرج ليا مثلا ديموليتو خرج ليا الشوكولا مزيان ديجا شارب ليميديتي هو من المول عاد ندخلو للتلاجة دونك ديما المول يكون في لا طومبيراتور امبيونت ديال لاصال اللي خدام فيها واخا خدام في الصاد خلي المول حتى هو في هذاك لا طومبيراتور وخدم الشوكولا ديالك دونك وجدنا دي صوص ديال البيغ دو كاكاو هما هادو دونك لا صوص ديال البيغ دو كاكاو ديال بيستولي ماشي هي لاصوص ديال البيغ دو كاكاو ديال البولفيغيزاسيون ديال لونترومي لونترومي الا غنضربو بالبيستولي بسبعة كنديرو 50-50 50% بيغ دو كاكاو 50% شوكولا وكنزيدو الكولورون في لي مول لا لي مول عندنا الكومبريسور خاصنا نخدمو خاصني نشتت انا تكون اون كوش رقيقة اون كوش فين ديال البيغ دو كاكاو في لو مول كاينين جوج انواع يا دير البيغ دو كاكاو بوحدو والكولورون يا دير 80% ديال البيغ دو كاكاو و 20% ديال الشوكولا بلون ديما كيكون لو طو ديال البيغ دو كاكاو كثير باش لاصوص تكون خفيفه ليكيد بزاف مطلوقه انا كندير 20 كنزيد 20% ديال الشوكولا بلون كنقاد بها شويه لا كريستاليزاسيون ديال لي مول ديالي عندنا دي مول هنايا اللي درنا لهم ديجا دي موتيف سكوتش كنلاقطو ديك السكوتش ديال الدروغي صافي كدير لو موتيف اللي بغيتي من بعد كتحيدها ونوريكم لا ديكوراسيون ديالك دونك غنبداو بهادو هما الاولين اللي درنا لهم الموتيف و لا طومبيراتور ديال لو بيغ دو كاكاو لاصوص اللي غادي نضربو بها تكون حتى هي مطومبي ما بين 34-36 درجة أول حاجة باش تخرج ليا من الكومبريسور ثاني حاجة باش غتكريستاليزي ليا في لو مول إلا كانت سخونة بزاف
غادي تدمع ما غاديش تبقى ليا شاداش لا فورمول ديال لو كانت بارده بزاف ما تخرجش ليا من البيستول دونك ملي غنبلفيريزي لو مول ديالي ما كيكونش لو مول قريب للبيستول ما كيكونش بعيد بزاف واحد تقريبا 10 سنتيمتر وكنمشي بكوش وحده وكنعاود نرجع عاوتاني في لاميم حتى كنشوف لا كولور اللي بغيت واش بغيت فونسي ولا كلير صافي كنخليه سور بلاص يتكريستاليزا دونك نديرو جوج حمرين دونك ندخلهم الثلاجه شويه غيقصح تقصحنا البيض الكاكاو باش ملي نبغيو نحيدو ديك السكوتش اللي فيهم ما تجرش لينا مع البيض الكاكاو تبقى لا طراس ديالها بوحدها ابار دونك ناخذو لي كولور الاخرين دونك ديما كنطوي البيستولي من لا كولور الاولى حتى كتخرج ليا لا كولور الثانيه اللي بغيت انت كتلعب على لي كولور كيف ما بغيتي يكون واش بغيت لا طاي لا فورم كامله ديال لو مول ولا يكون غير جناب ودير معاه اون اوتر كولور دونك ديك الساعه كيبقى لو شوا ديالك نتايا دونك لا كافوس ضربناها في الاول لا موتي بالحمر نديرو لا موتي اخرى صفر دونك ديما كنطوي غير بالبابي سواب وديما نحاول نخدم بلي كولور مفتوحين هو الاول باش ما بقاش اشاك فوا نغسل هذا البيستوري كنخلي لو نوار هو الاخر ديما دونك ناخذ هذا لو مول هذا غادي نرشو شويه في البيغ دو كاكاو ديوكسيد دو تيتان دونك ملي كيكونوا هادو لي سورس عندك واجدين راه كتقدر تلعب بهم كيف ما بغيتي ديك الساعه لا ديكوراسيون كتبقى سي ان شوا ليبر ديالكم نتوما كل واحد وكيفاش كيبغي ديكوري هذا شويه المول لا فورم ديالو شويه غارقه دونك حتى ملي كتبغي تبولفيريزي خاصك تحاول تخلي البيستولي شويه ويحاول ما يكونش مدمع البيستولي دونك غادي نخليهم واحد شويه في الثلاجه على ما يتكريستاليز البرد كاكاو على هذا الشكل هذا ومن بعد غادي نكملوا البيستوري ديالها دونك فوا غيبداو يقصحوا هذوك الفوقانيين نبداو نحيدوا داك ليكسي ديال البرد كاكاو دونك لي مول ديالنا كاملين ضربناهم دابا بالبيستولي غنديباراسيو لا طابل غسلت مسحوها ونبداو في التومبيراج ديال الشوكولا ديالنا هاد لو بوغ دو كاكاو هذا ما كيضيعش غنديرو نخدمو في لو نواغ هذا نخدمو في لو نواغ ولا مثلا عندنا خدمنا شوكولا نواغ وبان لنا الشوكولا جاتنا ثقيله ولا شي حاجه نزيد عليها هذا نيتبع الكاكاو في لو نواغ ما كيبانش دابا حتى لو شوكولا اللي غادي نخدمو به في هاد لي كولور يفا انفلونسي على لا كولور ديال على لي كولور اللي خدمنا دونك مثلا الا خدمت دابا بشوكولا بلون هنايا هاد لي مول هادو غيبان ليا لا كولور كلير بزاف غتبان ليا بونبون كلير
خدمتها بشوكولا اولي غادي شويه فرونسي، خدمتها بنوار غادي فرونسي مزيان، ولكن غيبقاو لي كولور كيبانو. دونك على حساب انا دابا غنخدمهم بشوكولا اولي باش نتبدل شويه هذا الصفر هذا، ما غاديش يبقى ما يبقاش جون عاطي بزاف، غيولي شويه فرونسي. غنخدموا الشوكولا ديما لو بلون طرافاي تيكون نقي وناشف ما فيهش الماء. كندوبوا الشوكولا ديالنا دوبها في ميكرووند ولا بان ماري اللي كاين، ولكن فو ميو ميكرووند حسن. صافي كناخذوا مثلا دوبت هاد لا كونتيتي كامله، غادي نخوي لي دو تيير ديال هاد الثلثين هي اللي غادي نخويها فوق المارج باش نكريستاليزيها، نهبط لها لا طومبيراتور. مثلا الشوكولا اولي عندنا غندوبها ب 45 درجه، غنخوي الثلثين اللي كاينين وغادي نخلي الثلث. هاد لي دو تيير هادي هي اللي غادي نهبطها ما بين 24 25 درجه. داك الثلث اللي كيكون هنايا كيكون مازال كيبدا يهبط شويه في الحراره، فيه دابا 45 لو طون فاش كنبدا نطابلي انا كيبدا يهبط هو. اون فوا وصلت ليا هادي 25 كنزيد على داك الثلث اللي هنايا كنيكيليبري ما بين 28 29 درجه باش كنخدم. علاش كنديروا هاد الطريقه؟ باللورات ديال البور دو كاكاو، الجزيئات ديال البور دو كاكاو كيكونوا مشتين في لاماس ملي كتكون دايبه في 45 درجه، كيكونوا مشتين كاملين في الشوكولا، دونك ما غيقصح لينا الشوكولا ما غيتجمعش. اون فوا ملي كنبداو كنديروا هاد لا ميثود ديال الطابلاج، لي كريستو ديال البور دو كاكاو كيتجمعوا، هما اللي كيعطيوك لا بريونس وكيعطيوك هذيك لاكاس كيقصح الشوكولا وكيكون ساهل في الديمولاج ديالو. الا ما ريسبكتيناش هاد درجه الحراره ما تيخرجش لك الشوكولا هو هذاك. دونك كنبقاو نطابليو على هذا الشكل. هذا كاينين بزاف ديال لي ميثود ديال الطابلاج. تقدر طابلي مثلا ما تخويش فوق المارغر، دوب ثلثين وتزيد عليه الثلث اون بيستول وكتبقى تبرد فيه، هي تكدر، ولكن الانكونفينيون اللي فيها هو انه كيبقاو لك لي غران ديال الشوكولا، ما كتقدرش تخدمها على خاطرك. الطابلاج هو هذا، الطابلاج هو اللي كتكون النتيجه ديالو مزيانه الا خدمتيه مزيان. وكاين عاوتاني اللي كيدوبها، اللي كيطومبيري الشوكولا، تقدر عاوتاني ديرها طومبيرها بالبور دو كاكاو. كدوب الشوكولا وكبدا تزيد عليه البور دو كاكاو حتى كيبدا يبرد. مثلا دوب الشوكولا ب 45 درجه كنزيد عليه كنزيد عليه شويه ديال البور دو كاكاو، هي او نيفو دو كو كيكون كيطلع لك الشوكولا غالي حيت البور دو كاكاو غاليه، كتبقى تزيد عليها الشوكولا البور دو كاكاو حتى كتوصل لا طومبيراتور ديال 28 درجه وكتخدم بها. دونك ديما ملي كنطابلي كنحاول ما نخليش هاد شويه ديال الشوكولا فوق الطبله ملي كنكون كنجمع، حيت الا رجعت ليه غادي يقصح وغادي يدير ليا لي غران في الشوكولا ديالي. دونك ديما ملي كنطابلي كنطابلي مزيان ويكون غراتوار مزيان، كنحاول نجمع لو ماكسيموم ديال الشوكولا من فوق الطبله. صافي مره كنتيستي بالترمومتر كنشوف، هنا قلنا هنا خاصها تكون ما بين 24 25 مازال شويه، وعندي الشوكولا الاخر سخون، لاصال حتى هي شويه سخونه، ومن ما نطابليش الشوكولا فوق ان بلون اللي بارد بزاف. الثلاجه مثلا بحال الثلاجه وتكون كتطلق البروديه ديالها ولا كتطلق الماء، لا ما نطابليش فوق، نطابلي فوق مر عادي. دونك هنا دابا عندنا 25 درجة وفي هذا كانت 45 دابا هبطت ل 36، دونك غادي نجمع وغادي نعاود نفيريفي. ديما خاصني نفيريفي لي طومبيراتور ديال الشوكولا، حيت الا زقلتها الخدمه كامله غنضربها في الزيرو. دونك ديما نبقى نفيريفي في الشوكولا، ديما الترمومتر واخا نقول صافي راه انا معلم في الشوكولا انا ما غاديش يصيدني، غادي نخدم غادي يصيدك شي مره. دونك صافي دابا غنبدا نجمع فيه. ديجا لا ماس هنا بدات كتقال وغادي تطلقها ليا هذه اللي باقا سخونه هنا. دابا واخا جمعتو ياك خاصني نفيريفي لا طومبيراتور، نحرك مزيان ونشوف واش وصل لا طومبيراتور اللي خاصني نخدم بها ولا باقي سخون. لا دابا مزيان، ها هو كتشوفوا كيبان لكم 28.1، دونك هذه هي لا طومبيراتور ديال الشوكولا اولي.
شوكولا نوار كنخدمها في 31 دوغري و شوكولا بلون تا هو 28 شوكولا ولا 28 29 شوكولا نوار 31 32 دونك غناخذوا لي مول ديالنا اللي عمر اللي درنا لهم البرد كاكاو مسائل غنبداو نعمرو كاين عاوتاني بليزيور ميثود ديال التعمار كاين اللي كيعمر بلا بوش كاين اللي كيعمر بلالوش وكيحيد بالكراتوار كاين اللي كيعمر بسباتول دونك سباتول غتشوفوا الطريقه سي بلو رابيد الا عندك كونتيتي كبيره كتخدم مزيان بسباتول بلا بوش الا غتعمر بلا بوش مثلا عندك جوج ولا ثلاث المولات ماشي مشكل عمر بلا بوش مي الا عندك كونتيتي كبيره ديال لي مولات عمر بلا بوش اي خصك بزاف ديال لي بوش ولي بوش كطلع في لوكو حيت ديما حسبها حتى ماديا غيطلع لك لوكو الا درتي بوش بوش كدير جوج دراهم ولا واحد الدرهم الا خدمتي بها مثلا عندك 100 موله ولا هادي شحال من بوشات خصك بلا سباتول كتكون شويه قضيه خفيفه دونك كنخوي العبار اللي غادي نخدم به صافي وكنخدم كنخدم غير بهاد لابارتي ديال السباتول ماشي بحال اللي كنعيطالي البسكوي وانا خدام وكندور لو مول ماشي انا اللي كندور باش ما نعياش انا خدام المول كيدور في بلاصته كنحاول ديما لو مول يبقى نقي من الجناب ما نعمروش بالشوكولا صافي كنعيطالي الشوكولا ديالي مزيان حيد هاد ليكسي هذا وكنطابوطي باش نديكاجي لير لي فيه صافي وكنقلب لا كوكي كنضرب مزيان باش تكون عندي اون كوكي رقيقه ما تكونش لا كوكي غليظه وكنخلي المول بحال هكا انكليني مايل ماشي ما كنرجعوش الا رجعتو غادي يرجع ليا داك الشوكولاط اللي حيت دونك كيبقى المول مايل بحال هكا وكنغراضي بلا سباتول نيت وكنيطوي والمول ديما كيبقى نقي دونك وكنقلبها بحال هكا نخليه يتايكوتا على هذا الشكل هذا باش تكون عندي لا كوكي مقاده ماشي جا غليظه وجا رقيقه ودونك ملي كنعرف الشوكولا مطومبيري انا خدام به في لاسباتول كيبان ليا بانه بدا كيقصح شفتو دونك هنا كيبان لك بان الشوكولا راه مزيان الا كان بان لك ما كيشدش فراسو عرف راه كاينه كيكون شو صافا في الخدمه ديالك دونك ديما لا ميم ميثود ونحاول نخدم شويه نقي شي الا مشات تجلختي انت وتجلخوا لي مول وداكشي صافي الخدمه ما كتبغيش تطلع لا كوكي تا هي كنطابوطي مزيان قلنا باش تكون عندي لا كوكي رقيقه باش في لا ديكوب ديال البونبون ما تكونش غليظه لا كوكي ويكون لا كاناش قليل دونك ديما فلا كتكون 80% ديال الكاناش و 20% ديال لو شوكولا اللي كيكون في لو بونبون شوكولا هذا لو بونبون شوكولا اللي مزيان الا لقيتي لا كوكي غليظه وشويه ديال الكاناش الخدمه راه ماشي هي هذيك دونك ديما لا كوكي كتكون رقيقه او نيفو ديال لو كو عاوتاني لو شوكولا هو اللي كيطلع الثمن ديال لي بونبون دونك لي كاناش راه كيتقامر خاص لي كاناش الا جيتي تحسبها راه مثلا هاد لي كاناش هادو اللي صايب دابا راه زعما لو توب فيهم راه كيتقام كيلو ديك 90 درهم 80 درهم هادشي هاد القضيه ديال الحساب ديال لوكو ضروري في هاد الدومين خاصك تكون كتعرف اشنو كدير دونك ديما كنخدم بلا ميم تكنيك وكنديكاجي لير مزيان باش ما يخرجوش ليا لي مول متقبين سيرتو لي مول اللي كيكونوا فيهم لي كرو بزاف القناه وداكشي هادوك حاول ما امكن تضربهم مزيان باش يطلع لير كامل يطلع لا سيرفاس ما الا كان مول سامبل ماشي مشكل ما تخافش منه مي لي مول اللي كيكونوا فيهم لي موتيف بزاف هادوك هما اللي كيخصهم طابوطيهم مزيان هانتوما دابا كتشوف ياكل الشوكولا مطومبيري وخدمت به دابا غنخدم به نكمل به لي مول كاملين ما غاديش يقصح ليا هنايا حيت شويه كتخدم بالزربه سينو الا بديتي كتخدم بشويه ثقيل غادي يبدا يقصح لك في لاباسين عاد تضطر تعاود تسخنو وتعاود طوبيري حرك مزيان هكاك خذ القياس اللي غادي يعمر لك الامور صافي سي بيان سي زيد واحد شويه مثلا دونك انت خدام المول كيدور هكاك هذا وحاول تزرب باش ما يقصحش لك الشوكولاط في الامور جرب هاد الشيء شويه بالسباتولا لا تحاول ما توسخش ما يهبطش لك الشوكولاط هنا يلاه سير دابا
حيد هذاك لاكسي هو الاول، حيد هذاك اللي زايد، ضربه واحده طق بطيء ضرب مزيان لا قلبو هكا هكا خليه بحال هكا يلا ضرب مزيان صافي دابا لا خلي متكي حيت الا درتي هذا غيرجع ليه الشوكولا كامل يلا ماشي التمبيراتور ديال لابو ديال الشوكولا كتكون ما بين 18 حتى 20 درجه دونك كتخدم فيه انت مرتاح للشوكولا ديالك كلشي كيتكريستاليز سور بلاص ما كان الشوكولا ما كندخلوش للثلاجه بزاف لا خلي المول محطوط لا دابا انت بحال كتسرح البسكوي هادشي هذا عمرتيه بزاف نطوي مازال مجنة لا لا طبوطي باش يخرج لار ضرب ضرب هذا ضرب ضرب بجد ضرب تيبانو لك دوك التقييمات كيبانو لك طلعوا الله سيرفا ضرب ضرب مزيان دونك لا تكنيك راه كتبان شويه ساهله واقيلا ياك لا هذاك الشيء اللي قلت لك الفوا ميتريزي هاد لا تكنيك ديال السباتول كتخفف لك الخدمه ما هي راه ساهله ما صعيبه خاصك تعرف تخدم في الشوفه كتبان ساهله اوكي شي ديما ملي كنخوي المول كنخليه انكلين مقاد بحال هاد المول اللي صايبته اخ لا كوكي غتجي فيه شويه غليظه حيت ملي بغيتي تقلب رجعتي الشوكولاط كامل على داك الشوكولاط اللي خويتي تقريبا النص ديالو غيرجع دونك ديما كيبقى انكلينا بحال هكا واقف هكا وكنكراطي كنحيد لاكسي كتقول لاكوكي عندي مقاده بحال هكا رقيقه دونك بقى لنا مول واحد صافي ونبداو في البريباراسيون ديال لي غاناش دونك هاد لي مول اللي قلنا هاد لي مول اللي كيكونوا اون فورم 3 دي كبار كي خاصك تعطيهم الخاطر شويه في الخدمه فيهم القنات بزاف دونك تقطر بلاصه ما تشدش فيها الشوكولا بحال هادي عندها هذا القنت الفوقاني رقيق دونك خاصو يوصل لها الشوكولا مزيان باش يشد فيها لان في الديمولاج كتهرس دغيا هادي حيت رقيقه الفوق ديالها رقيق دونك ديما ملي تشريو لي مول شوفوا لي فورم اللي يكونوا ساهلين زعما في الخدمه وساهلين حتى في الديمولاج دونك ما غنديرش لا غاناش قبل ما تنشف ليا لا كوكي دونك دابا بدات كتنشف لي غاناش كتكون لا طومبيراتور ديالهم ما بين 25 24 25 درجه ما خصهمش يكونوا سخان باش ما يذوبوش ليا لا كوكي ديال الشوكولا دونك لي غاناش خليناهم على برا تكريستاليزاو على برا ما دخلناهمش للثلاجه كنعمرو بلا بوش وكنخلي واحد لابارتي هي باش غادي نسد بها الشوكولا دونك ديما كنخلي واحد مليمتر باش نسد ما كنعمرش لي بونبون حتى لو فون ديالها حتى لا سيرفاس الفوق كنطابوطي وندخلها للثلاجة دخلها للثلاجة ميم با واحد 10 مينوت ما نفوتهاش فيهم باش ما عاوتاني باش ما تدخلوش ليميديتي بزاف صافي وغادي نسدوهم من بعد دونك انا شبخاليني تا هو نعمرو به الشكلات الاخرين اللي بقاو دونك كاينين هاد لي مول بحال هكا اللي قلت لكم ديال الطروات دي كيكونوا شويه صعب في الخدمه ديالهم لا في الكارنيتور لا في الديمولاج كنمشي معاهم بشويه بشويه دونك ديما كنسرح ونعاود نجمع مزيان والشوكولا اللي كنسد به هذا اللي كنسد به لو بي ديال لي بونبون
نورمالمون دابا الشوكولا اوليغ تنخدمو في 28، مي ملي كنكون غنسدبيه في لي بونبون كنخليه شويه سخون في ديك 29 شويه سخون باش يسودي ليا هذاك لاكاناش، باش لاكاناش تسخن هذا غيذوب شويه لاكاناش وغتلصق مع الشوكولا. دونك ماشي ملي نديمولوه يبان لك طار هذاك الطرف ديال البونبون، ديما كيكون هذا سخون باش يذوب ديك لاكاناش وتلصق معاه. ولا كناخذو داك الديكابور، عرفتو هذاك ضروري عندنا الشوكولاتي خاصو يكون، اللي كيصايب الشوكولا خاصو يكون عنده هذاك الديكابور. الديكابور فاش كينفعنا حنايا كيطلع درجة الحرارة. دونك مثلا قصح لي الشوكولات أنا خدام به وقصح لي الشوكولات بلا ما نعاود ندوب ونعاود نطابليه، كندير لي هذاك الديكابور من جناب ديال لاباسين وكنبقى نحرك فيه وكنفيريفي لا تومبيراتور ديالو، دونك كيعاود يذوب لي الشوكولا بلا ما بقى باش مابقاش نعاود أشاك فوا نعاود لا ميم أوبيراسيون. دونك هنا كيبدا لي كيبدا كيتقال دابا مازال سخون، وهذا الترمومتر هذا ديجيتال راه ما كيخدمش في السكر، هذا سبيسيال شوكولا. دونك كتشوفوا لا ماس بدات كتقال دابا ياك، دونك اون فوا غاتقال ديما كنبدا نفيريفي. صافي كنبدا نجمعو. دونك نشوفوا لي كاناج ديالنا اللي قصاحو اللي شدو فراسو. نحاول ندخل الشوكولا مزيان صافي، وكنحيد هاد ليكسي. كنحاول ما نخليش يكونوا دوك التقيبات الصغار، حيت دوك التقيبات الا بقات متقف الشوكولا من التحت تيدخل ليه لير كيخسر دغيا، عاوتاني الشوكولا كيخسر لنا دغيا. كنحاول ديما نسدو مزيان ما يبقاش لير، ما يبقاش زعما متعرض للبرد دغيا يدخل ليه البرد. كل ما سديت الشوكولا مزيان كل ما لا كونسيرفاسيون ديالو كتبقى، كانت فيه شي تقيبه صغيره هذاك كيدخل منها البرد كي كتمشي لا كونسيرفاسيون ديالو. ولا كنا كنخدموا بلا 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 فخوي ساك ولا شي حاجه فيها لي فخوي ساك، حتى هي ديك دوك التقيبات الصغار هي اللي كيبني كيدود لي زاموند كيدودو هما ولا النوازيت ولا لي نوا ولا هذوك دغيا. اون فوا كيكون التقيبه كيدخل لها البرد. دونك نخليهم واحد 10 دقائق في الثلاجه، من بعد كنجبدوهم كنتويستيهم فحال هكا. نورمالمون كيبان لنا ديمولاج من هنايا، يعني فوا كيبان لك راه تقلع من لومول. هنا كتسمع ديك الطق صافي راه عرفوا راه غيدي مولا. هنا كاين داك لو ريسك ديال كتهرس كيتهرس شويه. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا، ولا كاين شي سؤال انا مازال كاين. مرحبا، شكرا بزاف، شكرا.